انا مريم صبري عبد المنعم، ودوري في المسلسل بعمل دور امنيه صديقتهم في المسرح وكده، بروح يعني بشكل ما عشان برضو ايه ما احرقش، لسه هروح اصلي فعشان كده مش هقول. هي بنت شعبيه شويه، بنت بلد يعني، بلاش نقول شعبيه، خلينا بنت بلد شويه، حظها مش احسن حاجه، فهي بتقابل عقبات طول الوقت، طول الوقت عندها عقبات ان هي مش عارفه تثبت ان هي بجد تستحق مكانه كويسه في المجتمع عامه، بغض النظر عن طريقتها، بغض النظر عن اسلوبها، لانه امنيه دي واحده ممكن تكون صاحبتي، ممكن تكون انا ساعات بنتجنن كلها، ساعات بنجنن اللي هي الطاقه الوحشه قوي دي، بس بعد كده ربنا اكيد 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 بيفرجها معانا. فامنيه دي موجوده في كل حته، وانا اصلا الشخصيه دي حبيتها قوي عشان انا لقيت ناس كتير قوي حواليا بيجي لهم لحظات بيبقوا امنيه غصب عنهم، بس فامنيه دي جزء من الشارع عامه. انا بدرس في فنون معهد العالي لفنون مسرحيه، ودور جالي ازاي، احنا كنا بنعمل مشروع تخرج مع دكتور اشرف زكي، وتحمس طبعا للفكره بتاعت المسرح وحشنا، فعيدنا صياغه مسرحيات بشكل جديد، وقرر ان هو يعملها لنا مسلسل، وده كان حلم احنا عمرنا ما كنا فاكرين ان هو ممكن يتحقق. خضينا يعني، في مننا عندهم تجارب قبل كده، وانا الحمد لله كان عندي تجارب برضو قبل كده، وعندي شويه خبره كده حلوين، فكنت مبسوطه طبعا ان انا وسط اخواتي واصحابي، وحاسه اللوكيشن ده بروح المعهد، كلنا حاسين نفس الاحساس، وطبعا هي فرصه حلوه قوي من المخرج طبعا رؤوف، استاذ رؤوف عبد العزيز، عشان بس مع حفظ الالقاب طبعا، كانت فرصه حلوه قوي، وانا اتبسطت قوي 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 ان انا اشتغلت مع الانسان ده. قابلت نماذج طبعا، اخذت من النماذج عشان كده بقول لك امنيه دي من الحياه بتاعتنا، وبلس ان انا ضفت ليها كل واحد لما بيتضايق او الدنيا تيجي عليه هو ممكن يقلبها بكوميديا سودا، هو مش لازم كل حاجه تبقى هي نكد، بس مش لازم النكد اللي يوجع بقى القلب، خلاص احنا تعبنا احنا تعبنا وشقينا كده. فانا بتكلم طبعا على امنيه، فكنت بحاول ان انا اخدها بشكل لايت شويه في نفسه. لا انا متربيه في بيت فن طبعا، يعني انا بابا من وانا صغيره بيفرجني على مسرحيات وافلام، وبحب دعاء الكروان من وانا صغيره، ويعني وطبعا صغيره على الحب اللي كلنا بنحبها قوي، ومتربيه على شريهان وشويكار وكل الناس الحلوه دي، يعني انا ماي فيفرت ماجده، فاتن حمامه مع حفظ الالقاب ليهم كلهم، شاديه، فالناس دي كلها انا متربيه عليها، انا حاسه ان هم دول اصلا كانوا عيلتي تقريبا زمان، ودلوقتي يعني انا بحاول ان انا اعمل ربع اللي هم عملوه، يعني يا رب ان انا اقدر ان انا اعمل ده. كان من وانا صغيره وانا بقول لمامتي اقسم بالله والله العظيم انا هطلع ممثله، تقول لي يا بنتي ما تحلفيش، ما فيش حد بيحلف الحاجه، اقول لا لا والله انا هطلع ممثله، انا عارفه وهم عارفين من زمان، فالموضوع ما كانش جديد عليهم، هو بس الفرحه في دخولي المعهد. دايما بيقول لي خليكي حقيقيه عشان توصلي للناس، وده فعلا الحقيقه، يعني انا لما تحس الحاجه وتعملها بجد وبصدق وتكون عاملها عشان انت بتحب الشغلانه ايا كان الدور ايه وايا كان مع مين وايا كان اي حاجه، انت لما بتدي للحاجه وبتذاكر لها، واهم حاجه طبعا ان احنا نذاكر لها، لان احنا لو ما ذاكرتش ما انا هخش هعمل ده زي ده زي ده زي ده، مش هفرق حاجه، يعني مش هتميز. هو دايما بيقول لي خليكي مميزه. انا واجهت ده طبعا كتير قوي في دخولي المعهد، وواجهت ده عامه في حياتي، ان اصل هي جايه عشان مش عارفه ايه وبتاع وحاجات كده، بس انا يعني بابا كان بالعكس بيدعمني وهو في ظهري، وانا حاسه ان انا ده شرف ليا اصلا ان انا ابقى بنته. يا جماعه انتوا بتقولوا ايه، انا بتعلم منه، انا لو وحشه ما كنتش هكمل، ما كنتش هستمر ان شاء الله، يعني لسه في كلام على حاجات تانية ان شاء الله، بس يعني اول ما يبقى فيه اكيد هصرح لكم.